معظم المقتنيات اللي موجودة في المتحف هي تابعة للملك، ومن أكتر الموضوعات اللي بتخصه هي توحيد القطرين. هنلاقي في صلاية نارمر مشهد لإزاي إن الملك وحد القطر الشمال والجنوبي. هنلاقي كمان بدايات للكتابة الهيروغليفية، وأول لما الملك يمسك الحكم يطلق على نفسه ألقاب. هنلاقي ملك نارمر أطلق على نفسه القرموط الغاضب. موجود قدامنا في صلاية نارمر اللقب اللي اتخذه الملك نارمر. نار يعني سمكة القرموط، ومر هي رمز المطرقة اللي موجودة عندنا هنا. هنلاقي كمان بداية الأعداد، كان المصري القديم بيرمز لرقم 1000 بخا نبات البردي، فهنلاقي هنا 1 2 3 4 5 6، فهم 6000 أسير. وهنلاقي كمان هنا أول بدايات للرموز الهيروغليفية.